يا أخوان هاي السيارة اللي نفسي بيوم من الأيام أمتلكها إن شاء الله. هي اللي صايرة عبارة عن شقة كاملة، خلينا نفوت من جوا ونشوفها شلون صايرة. بسم الله، شوفوا قدام هاي مقصورة القيادة اللي أمامنا مثل ما تشوفوها، أما هنا طاولة طعام وهاي المقاعد الجلد. أوكي، هذا القسم الخلفي، أول شيء اللي هو السنك هذا، كذلك طباخ موجود هنا. هذا تفتحه ايش راح تلقى؟ ثلاجة. أوكي، هي عبارة عن شقة كاملة. تجي هنا راح تلقى شنو؟ هذا الحمام هنا مثل ما تشوفون. طبعا هاي تاخذها وتصير تسافر بيها، ما تحتاج بعد حتى شقة. هنا هذا المكان اللي هو مغسلة، كذلك هنا موجود اللي هو التواليت الغربي. أما هذا المكان اللي هو صاير سرير مال 3 أشخاص، اللي فوق موجودة شنو هاي؟ الخزانات.